symptoms and diagnosis. Symptoms and diagnosis. اوكي هاي هو اكثر كتاب اسلوب كل شيء يعني صراحه زين تشوف هاي الكونتنت مالته ما شاء الله شوف هسه مثلا الريسبيرتري يعني هسه الفول داون بلو مثلناها الكف اخذناها يعني هاي المحاضره وحده فيها الاليرجيك راينايتس والسور ثروت هاي سيستم الفايف كثير شوف الجاسترونتستاينال ماوث اصلا الهارت بيرت اندايجستشن نوزيا فوميتنج والموشن سيكنس يعني هذا واحد يسافر تلعب نفسه وكذا هذه هذا الموضوع اللي بعد تحطونه ضد السي ان اس احنا اكو بعض الكتب صنفها فهذا اوكي يعني هذا غير محاضر بس هاي كونست بيشن دياريا الريتابول بول سندروم والهيمورويد يعني تقريبا يعني فلاش يعني فلاش يعني فلاش ناخذه اعطيكم يعني ان شاء الله اذا نهايه الكورس ان شاء الله اعطيكم يعني كتب والمحاضرات مالتكم هذا ان شاء الله حتى الباور بوينت اوكي هسه اليوم عندنا موضوع السكن، السكن طبعا هو الاطول شابتر فيهن هو السكن، السكن هو ابو مواضيع، هسه اليوم هذه ثلاث مواضيع تقريبا، اخذنا ذاك اليوم سكيبيز قاعد تتكلم. الوارجع شنو الوارجع؟ فالور الفالور والكور الكور ها؟ بسمار والهيد لايس قلبه هذا اول شيء الفالو الوارت طبعا الوارت هي بناين جروث ها جروث اوف ذا سكين صح ولا مو صح؟ يصير بها بروليفريشن يصير بها جروث الايتيولوجي مالته فايرال فايروس يسمونه هيومن بابيلوما فايروس اوكي يعني فالوارت هي فايرال انفكشن اللي يسبب لنا اياها فيروس احنا نسميه هيومن بابيلوما فيروس طبعا الوارت هي سيلف ليميتنج هم تروح من وحدها بس المشكله بيها انه يراد لها لونج ديوريشن تو ريزولف يعني اشهر وربما سنوات اذا تعوفت تروح من وحدها و كوزمتيكلي يعني شكلها ان اكسبتبل اوكي يعني ومن الممكن بالحقيقه انه شنو كونتيجيوس هاي ممكن انه تعدي من واحد لواحد او نفس الشخص تنتقل شنو من مكان الى مكان فاذا هي فايرال انفكشن سببها هيومن بابيلوما فايروس تنتقل لنا ممكن باي دايركت كونتاكت هذا ممكن انه سبريد فروم وان سايد تو سايد ان ذا سيم بيشنت او تنتقل لنا من شخص الى آخر قلنا هي سيلف ليميتنج بس بعد أشهر حتى تروح من واحد إذا عدناه ربما سنوات وكوزمتيكلي من الناحية الشكلية أيضا هي أن أكسبتبل. أول الأشياء طبعا هي أكثر شيء بالأطفال يعني عمر 12 16 بالمناسبة إخواننا الأعزاء إحنا نوبات عندنا مصطلحات هاي لازم تعرفوها. عندنا ثلاث مصطلحات عندنا نيو بور وعندنا انفنت وعندنا تشايلد هذا يعني انت لو بات تشوف حتى بالدوز يقول لك هذا النيو بورن انطيها القد الانفنت انطيها القد التشايلد انطيها القد زين انت من يا عمر احنا نقول هذول حديثي الولاده نيو بورن ومن يا عمر نقول عليهم ربع انفنت ومن يا عمر نقول عليهم تشيلدرن من يا عمر يا عمر هسه هذول حديثي الولاده من يا عمر الى يا عمر يعني ها زين أقل من شهر؟ لا بعد أقل شهرين أقل بعد شهر أربع أسابيع يعني هسه دول تشوف تشوف بالمستشفى تعرفين ردة الخدج وحديثي الولادة هذا اللي عمره أقل من أربع أسابيع أوكي يعني 28 يوم الربع الإنفنت هذا من يا عمر هسه إذا من 28 يوم يعني من وراء الأربع أسابيع إلى شهر يقولون عليه الإنفنت ها انت يعني احنا مو عرفيا هذا مصطلح طبي يعني هسه عرف
حرفيه له سنتين او كذا، بس احنا مصطلح طبي سن لحد السن. اوكي يعني؟ ومن سنه الى 12 الى شقد يقولون عليه تشايلد؟ الى 16 ها؟ 16 شقد؟ 16 16 الى 18 18 يعني واحد عمره 17 سنه يقول عليه هذا تشايلد يعني لحد شقد؟ 12 يعني هذا المصطلحات لحد ال 12 سنه. اوكي يعني؟ هذول من 12 الى 18 هم يسمون ادولسنت مراهقين او كذا، هذا هيك طبعا مصطلح. اوكي يعني؟ فاذا لحد الاربع اسابيع الاولى هذا يسمون نيو بور، لحد السنه من الاربع اسابيع الى كذا يسمون انفنت، ومن سنه الى 12 سنه يسمون تشايلد. يعني هذا حتى بالمستشفى الاطفال يعني ما تقبل واحد عمره مثلا 14 سنه. اوكي يعني؟ يقول حد تشايلد لحد 12. اوكي يعني؟ فهسه هذول بالنسبة للوارد، الوارد هم represented for the first time بالألدرلي فوق الأربع فوق الخمسين سنة لأول مرة required referral، وبالأطفال دوب الأربع سنوات هم required referral. أكثر شيء يصير بين العمر هاي 12-14 سنة كذا. الأبيرنس بالحقيقة عندنا نوعين من الوارد، هاي اللي بتصير لنا بالاصابع وطالعه ومرتفعه يسموها الكامن وارد. اوكي يعني؟ ونوبات الوارد وهذا شكلها يعني ماكو داعي احنا بالنسبه لنا يعني ذني ان شاء الله بنهايه الوقت اعطيكم اياها السلايدات على سيدي وكنا نجمع لكم اياها، فماكو ديسكربشن. انا ما اريد يعني ديسكربشن انه هاي صفره ودائره مدائرها هيك وكذا، هذا هيك يعني أنا شوف شكلها يعني انا بس شوف شكلها بعد الديسكربشن هذا يلويش وما ادري شنو صار راوندد باي ما ادري شنو. يعني هذا شوف شكلها خلاص بعد ما تعرفوا. اوكي يعني فهاي الوارد. واكو عندنا نوبات هاي يسموها بلانتر وارد. بلانتر يعني بالاخمص من جوا جوا الرجل. اوكي هذا اخمص القدم من جوا. اوكي يسمونها بلانتر وارد. البلانتر وارد بالمقارنه مع هذه لانه صايره في منطقه دائما يعني الوزن والضغط صاير عليها، فما راح تكون مثل هذه مرتفعه ورايحه، وانما وين طابه؟ لجوا. اوكي يعني وتكون عادتين painful. اوكي لانه هذا بسبب الضغط بسبب الكذا هذا الشيء اللي يصير عليها، فعاده تكون هاي يعني انسايد الفيت او السول احنا نبغى نسميه سول او الفيت. اوكي يعني وتكون painful، فهاي اللي هنا تصير عاده جوا القدم يسموها بلانتر وارد، وهاي تصير بالايد او بالكذا ظاهره مبينه مرتفعه هذا يسموها الكمن وارد. اوكي يعني احيانا هاي اللي يصير بين الجو بالرجل يسموها بلانتر وارد، تلتبس علينا الامر وهي هذه، هاي يسموها الكلص او تدخنات. هسه راح نجي ناخذها هاي الكلص او التدخنات. هاي مو فايرال مثل ذيك، كنا ذيك فايرال هيومن بابيلوما، هاي نبات الحذاء تكرمون ما كذا مضيق وكذا هذا يجي فاكو ضغط باستمرار، وبالتالي هذا الضغط والاحتكاك وكذا عاده يصير عندنا بها يصير بها التدخنات تصير لنا بالرجل. فهذه تختلف عن هذا، شلون نميز هذا عن هذه؟ هذه اذا تكشطها الكلص ما راح يطلع سكن وسكن وسكن وسكن، بينما الوارت اذا تكشطها راح يطلع بها شنو؟ نتورك اوف شنو؟ بلاد شنو؟ كابيلاريز. يعني هذا الوارت عاده ريتش ان بلاد كابيلاريز، وبس مجرد انه بس اذا هيك شوي شخبطها كذا هذا هيجي راح يطلع لك والنبات تقوم تنزف شوي. اوكي يعني؟ فهذا الديستنجوشنج بين الوارد وما بين يعني البلانتر وارد وما بين الكلص، هاي التدخلات انه هذه الوارد عاده ريتش بلاد كابلريز، بس بمجرد واحد يكشطها شويه تقوم تبدأ، بينما هذه مجرد انه كيراتين وسكين لا يضع بس مجرد اذا توخر الوخر ما عليه. هلا اذا شطتها هيك شويه وطلع من عندها دم هذه قلنا وارد، بس اللي تنزف من واحدها الوارد ذات بليد وذات بروفوكيشن بدون ما تكشطها او كذا هذه هيجي هذا ريكوايرد ريفيرال لانه ساينز اوف مالجنس. يعني هذا بعد تيومر هذا يصير هيجي سرطان بالجلد او كذا هذه هيجي، وقلنا هسه بشغله بعد اخرى تتميز. اللوكيشن مالت وين تصير؟ قلنا اكثر شيء وين تصير لنا؟ بالايد يا اما لي فوق او نبات تصفي شنو الاظفر نبات لا اما وين يصير عندنا بالبالم اوف ذا هاند يصير عندنا هذا، بينما البلانتر وارد قلنا البلانتر وارد وين راح يصير عندنا جوا الرجل.
هذا اللوكيشن يعني مالتها كمان لوكيشن. الوارد اللي يصير لنا on the face required referral لأنه هذا مكان حساس يعني ده بجهة وكذا على هيجي وانت الجزئات تحط لها دواء ممكن يصير بيها سكارينج ممكن يوم تبقى هذا عادة يراد شوية يعني طبيب متخصص كلش حتى لا يبقى أثر من عندهم ممكن يأثرنا على أكو نوع من الوارد يسموها الأنوجينيتال وارد. هاي يصير لنا الوارد بالأنوجينيتال أريا بالحقيقة this is another type of wart caused by another type of virus والتريتمنت مالتها different treatment. هسه هاي راح ننطي الوارد شو يحطوا له عادة شنو هذا سلسلة اسم هذا شو يحطوا له الأنوجينيتال وارد. أكو دواء هو من بالعقاقير يسمونه بودو شنو بودوفيلين بودوفيلين اوكي فالبودوفيلين صحيح هذا البودوفيلين يستخدمونه باي بريسكريبشن بريسكريبشن فور ذا تريتمنت اوف انوجينيتال وورد. فهذا غير موضوع الحقيقه اما انه اللي جمعتنا بينا بالفيس انه هذا الكوستر المالتيبل وورد هذا عنده في 20 30 وحده ريكوايرد ريفيرال. هذا هنا قلنا تساعد تنزف من وحدها وهاي بعد اكو بيها شنو دا يصير بيها شنو جرون دا تكبر اور تشينج ان كلر تصير سوداء هذا كله ساينز اوف مالجنسي ساينز اوف هذيك تكبر وتصير اسود او تنزف من وحدها فهذا قلنا انه بعض حالات من سرطان الجلد وكذا يصير لنا بهذا الشكل. فهذه ريكوايرد ريفيرال ديابيتيك بيشنت ريكوايرد ريفيرال دي شو ديابيتيك بيشنت ريكوايرد ريفيرال يعني بيلد مثلا طلعت لانتر وارد ها؟ لأن النزيف سرزين ديل يصير بي عافية احنا هدول بار عندهم نارة دول هسا ان شاء الله تأخذونها بالحد نعطيكم اياها الفنجل انفكشن هاي المونة بعد نقول لكم فطريات تصير بين الأصابع اثليت سبوت يسموها هاي فطريات بين الأصابع شايفية بلاصي إذا ديابتيك بيشنت ريكواير ريفير. هذا هنا هم يعني إذا عنده لانتر وارد أو فشي هذا ديابتيك بيشنت ريكواير ريفير. احنا عندنا موضوع كامل هسه بهل السكر يسموها الديابيتيك شنو فوت يعني القدم السكر قدم اهل السكر. شنو المشكله هسه تجيهم هسه بتشوف مشكله عندهم طبعا انا نقول السكر اللي هو غير مسيطر عليه السكر اللي ما مضبوط ها واكثر من نبات يسوي لهم هسه انا شي يسويها يبتروها نبات يبتر اصبع ويبتر اصبعين ونبات حتى الرجل هاي من دواء يبتروها اوكي هاي مشكله يسموها ديابيتيك فوت مشكله كلش هسه تروح بالجراحه قسم الجراحه وذول هواي مره تشوفهم يقصقصون اصابعهم يقصقصون ريده هذول طبعا احنا نقول هذول ان كنترول يسموها اي واحد ابو سكر يصير عنده ان كنترول ديابيتس. هذول ايش عندهم مشكله يسموها ديابيتيك فوت هذول القدم اهل السكر مشكله. هذول شنو ابو السكر اولا عنده يصير السكر يأثر لنا على الأعصاب يسموها نيوروباثي يقوم تخدر يقوم ما يحس بالألم. الإحساس بالألم هو في حقيقته وسيلة دفاعية يعني أنت مثلا تسدك على فد شيء يجي راسك ورا راسك من تحس بالألم راسك توخر رجلك فد شيء حار راسك توخر رجلك هذا يفقد الإحساس بالألم وبالتالي حتى لو بعد حط رجلك على الصوبة مثلا تحترق ومات اوكي يعني فاذا ينجرح ينضرب فجيء حار كذا ما يدخ بها فهذا سبب الاول. السبب الثاني انه النوبات يعني هذول اللي همين هذه الاعصاب انه يصير يقل التعرق لهم اوكي يعني فلما يقل التعرق يعني يصير دراي سكين وبالتالي من السهوله انه شنو يتشقق وبالتالي من الممكن انه تجي بكتيريا وتجي هاي السبب الثاني. السبب الثالث السكر يأثر لنا على البلد سبلاي هم يصير فيه سكلوروسيس وكذا والبلد سبلاي للمنطقة هم يقل وبالتالي هذه هم ممكن يصير فيها. والسبب الرابع أنه هو السكر بحد ذاته أفكت الفانكشن مالت الماكروفاج ومالت كذا هذا الإميونيتي سيستم الإميون سيستم أوكي يعني السبب الأول أنه البين سنسيشن مالت. السبب الثاني أنه يصير عندنا دراينس لذلك كل ابو سكر او كذا هذول يصحوهم انه بالليل يومين مثل تحط له اغوال زينين تحط له كذا اوكي دراينس اوف ذا سكين. والسبب الثالث انه السكر اصلا للبصه طايق حلو والسكر ما تطيق بسرعه
اوكي عندي سبب رابع انه الماكروفاج وكذا على الهايبرجلايسيميا افكت الفانكشن اوف الماكروفاج وكذا وبالتالي تكون الاميونيتي عاليه عندهم هسه شنو هذا يعني انتظار لمده 30 ثانيه 30 ثانيه يحسبونها 30 ثانيه راح يصير بين 30 ثانيه ها ايش تتوقع من بدك تحسب الناس اللي ما صارت لقيت 15 ثانيه لا ما صارت 7 8 ايش راح يصير بيها؟ ما راح يصير شيء لا اكو في حاليا في احد انحاء الكره الارضيه زين ايش يصير؟ ها؟ ايش يصير؟ كل 30 ها؟ اي يقصون رجل واحد كل 30 ثانيه الكره الارضيه تنقص رجل واحد بدك فوت مع مويه واحد عليها بدك فوت اوكي؟ زين هسه التريتمنت مالت ايش راح نخلي لها مثل ما قلتوا شنو؟ سالسيليك اسيد صح لو مو صح سالسيليك اسيد ايش عنده؟ عنده يسمونها احنا هذول نقول عليهم دي يصير عندهم هايبر بروليفريشن هو عنده يسموه كيراتو شنو؟ ليتيك افكت كيراتو ليتيك افكت يوخر لنا هذه اللي دي يصير بيها البروليفريشن اوكي؟ يعني شو نسميه يعني كيراتو ليتيك افكت اوكي؟ هذا السالسيليك اسيد زين اول شيء نوبات هسه هذا يجي كاتبين عليه سالسيليك اسيد كاتبين عليه انها كولوديان بيس يعني شنو انها كولوديان بيس؟ هذا واحد يجي هذا مثلا محلول زين وكاتبين عليه كولوديان بيس هذا بي سالسيليك اسيد اوكي يعني شنو الكولوديان بيس؟ احنا السالسيليك اسيد نريد يبقى على المكان اللي فيها وارد بس عليها لأنها بروح شوي منها ومنها السكين النورمال هذا ياكله اوكي يعني فنريده بس على المكان اللي يبقى لفترة طويلة فهذا السالسيليك اسيد انها كولوديان كولوديان يعني حاطين وياه فاسيلوز وحاطين وياه فاسولفنت سريع التبخر فانت بمجرد انه هاي الستيك بس ما تاخذ من هذا المحلول وتخليه على الوارد اوكي يعني هذا رئيس السولفنت راح يتبخر وهذا ويا سيلولوز ويا سالسيليك اسيد راح يسوي لنا مثل شبكه او مثل قبق هيك خلينا نقول عليه يبقى لنا بس على المنطقه اللي هي افكت اوكي يعني فهذا يسمونه كولوديوم بيس كولوديوم اللي حاطين فيه سيلولوز وسولفنت سريع التبخر بس تخلي هذا يتبخر ويروح لنا السالسيليك اسيد ان كونتاكت ويا من وذ وارد الابلكيشن مالته بيش نخلي له هاي نبات بس هذا الطبق مالته هذا مين حاطه هنا بس من تفتحها تلقى هذا حاطين فيه شلون اكو قطعه كذا هذا فيرست من هنا تاخذ من هنا وخليه بس على المكان ليش بس على المكان هذا سلسيليك اسيد انه هاي كونسنتريشن نبات 20% 30% 40% سلسيليك اسيد هذا على المنطقه الطبيعيه هذا ياكلها اكل اوكي يعني فنخليه بس على المكان اللي هو بيه الهواء زين هاي المنطقة دائرة مدايرها لازم شنو؟ ما يصير عليها، عادة إذا ممكن أنه نحميها نخليها دائرة مدايرها بازلين. بازلين دائرة مدايرها مثلا هذا وبعدين تيجي تخلي السالسيليك أسيد بس على المكان. احنا هاي الورد قدر الإمكان نحاول أنه نلينها قبل ما نخلي السالسيليك أسيد عليها، بس ليش نلينها؟ ليش نخليها؟ ماي دافي ماي دافي هذا ممكن واحد ينكحها بعد 5-10 دقائق يبقيها ماي دافي وبعدين هذا شوية ممكن وبعدين حتى هذا بيش يقدر يحكها هذا قلنا ينكحها وهذا يجي أي فشي حجرة صخرة هذا يجي مو هذا ما غسل كذلك شوية شوية بس يحكها على مود يشيل لنا شغلات الريموفل سيرفيس اللي تهاجر قلنا الابلكيشن مالته ديلي وهذا قلنا الفرش هذا من الممكن انه يخليها على المكان طبعا هذا يراد لها اشهر هاي من الاستخدام المتواصل يلا بين مفعوله وهذا قلنا برونوم يوز مريض المفروض هم يعرف انه هاي فتره تطول والا تغيروه اوكي يعني زين احنا عندنا نبات اكو يسموها كرايو ثيرابي عند الأطباء بصراحة الأستاذ ما يعرف كرايو ثيرابي يعني تجميد هذا أعتقد ليكويد نيتروجين أو فش كذا هذا إجمال هذا يرش على مثلا الوار يرش عليها هذا هيجي هذا يجمد فمن يجمد عليها يعني يجمد درجة كذا تحت 20 تحت الصفر أو كذا هذا هيجي
وبالتالي هذا راح تكون شنو مثل تتكسر تكسر يعني هذا يا جماعة أوكي يعني رئيس المكرايو في رأسي العلاج يعني بالجديد التجميل أوكي هذا خصوصا الموضوع الثاني القريب عليه قلنا الكورن هذا المسمار والكلس هاي دي شفناها التثخنات هنا مو فايرال وانما الكوز مالته هنا ميكانيكال هذا انت بمجرد انه قلنا الحذاء الضيق وبالتالي هذا الاحتكاك والضغط الاحتكاك هذا احتكاك احتكاك راح يزيد لنا البلد سبلاي للمنطقه وبالتالي يصير عندنا اوفر جروث ويصير عندنا البروليفريشن مالت السكن سيل وبالتالي راح يكون عندنا هاي التثخنات اللي تصير عندنا بالجلد اوكي يعني ولا هو مو لا فايرال ولا الكورن قلنا الكورن عاده هذا بالكلس عاده هاي التثخنات شويه تكون احنا نقول عليها ديفيوز بينما الكورن يعني شويه منطقه محدده ونبات حتى بها يعني سنترال كور يعني بس انا بها شيء سنترال كور بينما الكلس يعني هذا التثخنات في شيء مجرد انه ديفيوز اوكي يعني مور ديفيوز الكورن هم في نوعين مسمار نبات يصير بين الاصابع ونبات يصير وين on the top of them بالتو يعني هذه الأصابع مالتها بين الأصابع لأنه هاي المنطقة رطبة وكذا هذا شيء يسمونه soft core بينما لأنه هنا هاي المنطقة يابسة وكذا يسمونه hard core أوكي يعني أكثر شيء هذا يصير عندنا بين الأصابع يعني الأخيرة الرابع والخامس هسا هذا نوع من الكور هذا hard لو soft hard بين هذا يكون on the top of them هذا يصير الكلينيكال فيتشر هذا عندنا الكلينيكال فيتشر ما بداعي نشوفه ونوصفه وكذا لكن هاي من الحذاء من كذا ممكن انه يصير عندنا بروليفريشن بالسكين ويصير عندنا هاي التثخنات اللي ديفيوز هذه كابوس. ديابيتيك بيشنت ريكواير بالفعل ديابيتيك بيشنت ما ينحاش اوكي يعني اللي عنده مشاكل نباتك بيهم تشوهات بالاقدام وبالكذا هذا همين ما ينحاش بيه ريكواير بالفعل اوكي يعني هذا التريتمنت مالته اسهل المسمار والكذا مو مثل الواقع يعني بسرعه يروح عن نفس الشيء نفس الموضوع ساليسيليك اسيد هم نقدر نخليه فيها ساليسيليك اسيد عندنا هذا قلنا كولونيال واكو موجود على شكل نبات شنو لزقه هذا هنا منه كونسنتريت ساليسيليك اسيد هذا مخليه على المكان يعني كل يوم كل يومين يعني شوف حسب نشره اللي الغرفه كامله اوكي يعني وهم نفس الشيء طبعا هم اذا نلقاها وكذا هذيك هم يخففها يعني الي انت اوكي اوكي يعني هسه عندنا موضوع اخر الاخير الهيدلاينز اللي هو شنو هو المقمط زين هذه الهيدلاينز شايفين زين عفوا واحد ما صاير لي يعني كان ضيق هيدلاينز هي commonly infect children وخصوصا بين الأعمار الأربعة والإحداعش لذلك النبات يخلوه ضمن childhood condition أوكي يعني ضمن childhood condition النبات يخلوه الهيدلاينز شنو هو method of transmission عادة الهيد to head contact لأن هي هذا الهيدلاينز لا تطير ولا شنو ولا دوم لا جمبينج ولا فلاينج ولا هذا وانما تروح تتمشى على كيفك زين فلذلك هذا الكراودد بيريد الكراودد لو هذا بالصف مثلا واحد بصف واحد كذا هذا يجي من الممكن ان تنتقل وبعد من الوسائل الحديثه للانتقال هذا مالته بعض دول العالم حذرت من السيلفي بأنه وسيلة لانتشار الهيد لاينز. أوكي يعني. زين. هسه زين شو وقت يعني يا واحد يصير في أكثر شيء. ها؟ ها؟ الشعر طويل. لو شعر وصل. لو منو؟ شعر. شعر طويل. بعد. شعر وصل. بار. Having unwashed hair or long hair is not a risk factor. يعني نظيف مو نظيف شعر طويل شعر قصير ما له علاقة. كلهم من الممكن هي الهيد تو هيد كونتاكت
زين؟ هل هي تنقل إن مرض خطير أو كذا؟ لا. Not known to be a vector or infectious disease. يعني ما عرفنا بيها المرض تنقل منها. زين أكثر شيء يصير عند الولد وعند البنات. تعالوا أربعة كذا مش عارف. Not a risk factor. شعر مو نظيف هذا الاسبار بعد شو ليش سبب سياق في بعض الرقبه هاي توجه السياق ها ليش يقول لك شوفوا شو اللي يلعبون بنات من يلعب وحده شنو الصف له يعني يلعبوا مثلا هيك يجي العاب كذا الولد شو يلعبون يلعبون مثلا راح تقول عنها مو صح لا مو صح فانت باعه صح عيدها بدي انت كصيدلاني خلي في بالك انه هي مخليه في بالها انه انت مخلي في بالك انه ايش هي مو صحيح لا مو صحيح صح لا مو صح ها زين فش تسوي ها شو تقول لي يوم سرطانها يقول لا اسم الله لا زين انا موي لا هو انت ما شو تقول لي ليه شو تقول لي لها على مود الشين هاي الفكره من عندها هذه هاي راح ليش تستحي وانت تيجي كذا وهيك كذا ها قلها هذا شيء عادي والدليل على ذلك انه جهالنا في البيت كله مش بيهم وبالحقيقه بالحقيقه راح اشوفكم كلمه هاي من الكتاب من الكتاب انت متعمد من الكتاب الكتاب شو يقول؟ هيد لايس اكتشوالي بريفير شنو؟ كلين هيد هو قاعد هاي دور راس نظيف هذا يجي احسن من اللي يكتب فاللي يصاب بالهيد لايس هم النظيفين اكثر من اللي منهم بس منهم ما صاير بيه بالحقيقه هذا المفروض يعني تخليه اوكي يعني اكو واحد ما موجود لو كنتم